السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة راهي أول حاجة نسأل عليها يوم القيامة. عندي هنا كنت نقرأ اللي هي أسرار صلاة الفجر، أسرار وكنوز التوبة. عندي أيضا شوفوا عوائق وحلول في طريق التوبة، التوبة تاعنا اللي لازم تكون نصوحة، صلاة الضحى، التوبة من كل ذنب، مشروع إصلاح أمة. يعني هذو القصصات تقدروا تمدوهم تستفيدوا منهم توما، وفي ميزان حسناتكم فكرة بسيطة برك تقدروا تديروا فوتوكوبي وتوزعوهم على الناس هكا باش الناس كما نقولوا حنا يستفادوا وتكون في ميزان حسناتكم. وهذه هي الصدقة الجارية. نرجع للموضوع، موضوع تاع اليوم كيفاش نعرف قيمتي عند الناس، ولازم تعرفوها اللي هي مفروض معروفة، بس نعطيكم واحد النقاط هيك تخليكم تتأكدوا من قيمتكم عند الناس. يعني الناس، يعني قلت الناس يعني صحباتك هكا، محيطك، الأهل كذا، ماشي راجلك وولادك ومك وبيك والحوايج هذو. لا لا، كاين واحد الحوايج بسيطة خلاص، كاين أشياء احنا كيما نعرفوهاش نقولوا نديروا واحد الجريمة في حق أنفسنا. احنا هي قدامي هذيك، قبل ما تقولوا شي هذه بطاطا، شوفوا قريت شويه بطاطا لولدي، وانا قلت لكم ماني مدايره اكل صحي، يعني رجعت الاكل صحي، وهو ثاني بني عدت ندير له غير بطاطا مشرشمه ونديرها له شغل بيري. بصح بكى عليا اليوم، بكى قال لي عندي مده شهرين ولا كاك ما درتلوش بطاطا المقليه هذه. اي قلت ندير له شويه نفرحوا بها شويه، كليت حبات انا راني دوك ما كليتهمش. المهم نرجع للموضوع، تعرفوا شوفوا ساعات نديروا جريمه في حق انفسنا، علاه؟ لانه نصغروا انفسنا في واحد المواقف، والمواقف هذيك المفروض المراه الذكيه الفحله تعرف قيمتها وتعرف حدها، وعلى اساس هذاك تعرف تتعامل مع الناس هذو. ممكن ناس تخدعنا فيهم، ممكن ناس انه حاسبينهم قراب ولكن هما ما همش مقربيننا، انتيا برك انتيا احنا اللي مقربينهم، بصح هما ما همش مقربيننا. خلاص مثلا انتيا مقربه صاحبه، مديرتها صديقة، مديرتها خت، مديرتها تحكي لها كلش أسرارك كذا، تفاجأتي في موقف من المواقف أنه عندها واحد الموضوع وكذا وقالوا هو لك غير الناس، واكتشفتيه بعد فترة وكذا، وبديتي تقصي في نفسك أنت على ما حكت ليش، على ما قالت ليش، وأنا نحكي لها كل شيء. دوك الديفو ولا المشكل أو ماشي فيها، المشكل فيك أنت، أنت على تحكي، انت يا على تحكي، معليش اسيدي غلطتي وكنتي تحكي لها كل شيء. مفروض بعد الموقف هذا تدي درس، ها؟ معناها هذه الصديقه هذه مدايرتك صديقه وفقط، ماهيش مدايرتك صديقه واخت، فهمتي كيف؟ كاين ايضا بعض الاهل اللي يعرضوك متاخر، مثال جي مناسبه، اي مناسبه، عرس، خطوبه، هكا عقيقه، اي حاجه ويعرضوا فيها الناس، وانت يا من العائله واللي لازم يعرضوك وكذا، ينوضوا يعرضوك متاخر، يعرضوك باش يسموها عرضه وتحسب عليهم عرضه، بصح وشنو متاخره. خلاص العرضه هذيك تكون متاخره، دوك التاخر في العرضه هذه يعتبر كانه في اخر لحظه، ساعات الغدوه المناسبه هذيك ساعات في الليل وهي غدوه الصباح، يعني هنا يحطوك في موقف حرج، اذا ما جيتيش تعتبري انت ماكش مليحه وما جيتيش، واذا رحتي تعتبر رحتي كانك رحتي هينه روحك شويه، لانك وشي، لانهم هما ما حطوا لكش قيمه، لانهم كيبداو في لاليست، يبداو يحطوا لاليست، مفروض اي مناسبه يديروا لاليست، هذه اللي احنا عرضوهم وكذا، ماشي دوكا ما عادش الناس تعرض هذه ككك، ويديروا اول ناس اللي يخطروا على بالهم هم المقربين وتاع المصالح واصحابهم وحبابهم ودنيتهم، وبعد في اخر لحظه ممكن الراجل فكرها، ممكن بنتها، ممكن عجزتها، غير فكروهم برك بيك انت، يلا عرضوك انت، عندك الخيار، يعني عندك الخيار في التصرف، يا تروحي حتى انت في اخر لحظه وتروحي غير ساعه ولا ساعتين، ولا تروحي غير وقفه هيك وترجعي وتلوميهم في نفس الوقت، تقول لهم انكم عرضتوني غير في اخر لحظه، غير حشمت ما جيتش، او ما تروحيش وخلاص. وانا ننصحك انك ما تروحيش اصلا، انا في حد ذاتي كأم سيف وما نروحش،
وكان متعرض لموقف كيما هذا، لانه عرضوني في اخر لحظه، واللي عرضني في اخر لحظه يعني مدايرني غير سكور، روضه تاع السكور هذيك كيما الطوموبيل، روضه تاع السكور، وبالك روضه تاع السكور وخير على الاقل نحتاجوها وكذا، انت شو كيفها، ولازم نرجعها لهم، يعني نرجعها لهم، نرجعها لهم المعامله بالمثل، راهي ولات الدنيا هذه. ومش معنى كي نرجعها لهم راني انسانه مانيش مليحه، ديما نقول لكم فرقوا ما بين الانسان المليح كي ندير تصرف ولا مانيش مليحه، كي نرجع اني عاملتهم بالمثل، عاملتهم بالمثل لانهم هما حطوني في هذه المرتبه، حتى انا حطيتهم في هذه المرتبه. زيد وحده تخطبت كانت حبيبتك ولا بنت خالتك ولا بنت عمك ولا بنت اختك ولا المهم مهما كان، تخطبت ولا كذا ولا جاوا قطعوا الشرط وداروا ما قالوا لكش، ما قالت لكش، وانت يا في عرسك وفي لا في خطبه تاعك قلتي لها ولا في اختك قلتوا لهم ولا كذا، في خطبتك قلتوا لهم وحضرتهم ودرتهم وهم ما حضروكم، ما قالوا لكم ما والو. هنا اختي اعرفي قيمتك الفحله، اعرفي قيمتك، راهم ما همش مدايرينك من المقربين، يعني ما كيش انت من الدائره المقربه. وهنا نصيحه في كل الحالات، نصيحه ما تذلوش رواحكم، ما تقولش علاه ما قلتي ليش، قولوش، لانك تقولي علاه ما قلتي ليش تخليها تعود تكذب عليك، تقولك والله ما نسينا وراحت من بالنا ودرنا غير على الضيق، وتبدا تخترق في الاعذار. علا هي اصلا مش ناويه، مش ناويين هما اصلا، مش ناويين يعرضوك والله يسمعوك، علاه انت تقولي علاه ما عرضتونيش، تخيلوا انت، تخيلي الاحراج، كميه الاحراج، واحد ما عرضكش ولا مراه ما عرضتكش ولا حبيبتك ولا كذا ولا بنت خالك ولا بنت عمك ولا بنت خالتك، تنوضي تجي تقولي لها في التليفون ولا ميساج ولا تكلميها ولا تروحي لها اهلا ما عرضتيني، واش حتقول لك، واش حتقول لك، واش تحو، واش تبغيها انت تقول لك، تحوسي يعني تقول لك مانيش عارضاتك هيك، ماكش حبيبتي، ماكش مقربه، ما نحبوكش، مش حيقول، يبداو يكذبوا. بالتالي انك طيحتي من قيمتك، هنا طيحتي من قيمتك، بالتالي لازم تعرفي قيمتك اولا، وما تطيحيش من قيمتك وتروحي تسقسيهم. انت يا ثاني كتصرى لك حاجه ما تقوليش، وفرات العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، هذا كلام ربي سبحانه، هو ماشي كلامنا، كلام ربي سبحانه، احنا بكل نتبعوا ربي سبحانه، هو والله ما ندلوا في حاجه، الدين تاعنا والله ما ديما نقولها لكم ماهوش دين مذله، ممكن احنا وصلوهناش الدين الحقيقه، مفسروهناش على حقيقته، الدين تاعنا الدين صح تاع تواضع ونتاع كرامه كل شيء، بصح دين تاع كرامه في نفس الوقت، مش دين تاع تكبر وغرور، وفي نفس الوقت ماهوش دين تاع الذل اللي فيه روحك ابدا، ربي راهو خلقك في احسن تقويم، في احسن تقويم، يعني الخلقه تاع كل شيء كامله، تيري انت راك تطيحي من قيمتك قدام بشر خلقهم ربي سبحانه، ماكيش حتموتي لو كان ما تروحيش هذيك المناسبه، هو ما بغاوكش، وبالتالي الدائره تاعك والمقربين لازم يكونوا يحبوك صح، حتى انتيا ممكن هذه الصفعه وهذا الكف انك يخليك انك انتيا تروحي ديري صحاب اخرين ولا ديري حبابات اخرين اللي يستاهلوك وتستاهليها، ماشي هذو تاع الناس. ومادام ما قربوكش ما لقاوكش كيفهم، صدقيني مع العقليات تختلف، ممكن هم منافقين انت ماكش منافقه، ممكن هما تاع هضره انت ماكش تاع هضره، تاع نميمه انت ماكش تاع نميمه، تاع مصالح ما لقاوش فيك مصلحه، هذه هي الدنيا راك ولات كي معاك، معنى انت اعرفي قيمتك وعرفي مصلحتك عند في المواقف هذه، ومواقف شوفوا كثيره وكثيره وكثيره، فهمتوا، ساعات تلقاي مثال في العرس تلقاي مقربينهم، تعرفوا هذوك جهه الديكور وكذا مقربينهم، يعني مثال بنت عمها بنت عمها، انت بنت عمها وحده اخرى بنت عمها، قربت هذيك وما قربتش هذيك، ولا صاحبتها وصاحبتها، قربت هذيك وما قربتش هذيك، حطتهم في الطاوله نتاع الحبابات المقربين، هدرت معاهم، تصورت معاهم، دارت معاهم، بجلتهم، قيمتهم في العرس هذاك، وانت دارتك معروضه وخلاص، معنى حطي نفسك انت وفهمي قدرك مع هذه الانسانه، ما تقعديش انت تعطيهم هذو الناس، تعطيهم اكثر من قيمتهم وهما ما همش عاطينك قيمة كيما القيمة تاعك انتي درتيها. بالتالي دائما نصيحة مني لكم، الناس قيموهم كيما راهم يقيموكم، إذا كان ياسر ياسر، إذا كان شوي شوي، إذا كان متوسط متوسط، ما تمدولهمش أكثر من اللي راهم يمدولكم، وبالتالي هنا تعود تلوموا في نفسكم وتعودوا، وزيد ما تطيحوش من قيمتكم، تقولوا علاه وعلاه وعلاه، تلوموهم، ولكن أحفظيها في قلبك، ديرها في الموار تاعك تاع راسك، وفي قلبك أحفظيها مليح، وقولي البادي أظلم هما اللي بدأوا، وانت عاودي لهم نفس الجست فقط لا اكثر ولا اقل، وبداي عامليهم بنفس المعامله، هكا ترتاحي نفسيا، وروحي خالطي ناس اللي يستاهلوك وتستاهليهم، وكاين مواقف كثيره كثيره، ولكن هذه ابرزها، برك السلام عليكم.